فكرت روث وهي تصغي إلى تياز تيلا التي جلست آجي على ركبتيها أن كل شيء قد تحول إلى كارثة. كنا ثلاثتهن يجلسن في الصالة يشربن القهوة ويأكلن الكيك اللذيذ المصنوع باللوز. كانت تياز تيلا تشرح لروث أنهم يتوقعون زيارة من عراب سيزار وابنته، ثم صمتت وعادت تسأل روث بتعلق واهتمام: كواريدا، هل أنت على ما يرام تبدين شاحبة؟ أمضيت في المنزل فترة طويلة تعملين على تصميمات سيزار اللعينة وعليك الخروج. قالت آجي: أجل، وعدتني بالخروج معي في نزهة. أكدت لهما أنها بخير وأجبرت ابتسامة على شفتيها اللتين شعرت بأنهما على وشك التشقق بسبب الجهد المستمر لرسم الابتسامة عليهما. والابتسام هو آخر ما تريده. كيف يعيش شخصان على مقربة حميمة ومع ذلك يظلان منفصلين؟ توقعت منه أن يقترح غرفتي نوم منفصلتين، فهو لا يريد مشاركتها غرفته، ولكن ويا لخيبة أملها لم يفعل. بما أن كبرياء تريكاردوز الرهيبة لا تسمح له بالاعتراف بأنه لا يرغب في زوجته مهما كان السبب، فقد أجبرت نفسها على تحمل الإذلال. ليلة بعد ليلة كان يستلقي على بعد إنشات منها، ولكنه تصرف ببرود وتحفظ تجاهها، وكأن سلسلة من الجبال تفصل بينهما. بدأ التوتر يظهر عليها وظنت أكثر من مرة أن المرأة العجوز تشك في الحقيقة. أيقظت نفسها عندما كررت آجي أنها وعدتها بالقيام بنزهة. كانت الصغيرة مرتدية أحد فساتينها القديمة الطراز، وكم تمنت روث لو تراها في سروال قصير وقميص تعرق وتتسخ وتعيش حياة طبيعية. أفضت الصغيرة إليها وهما يسيران في الفناء نحو الأبنية الخارجية: هل تأتي سيزار معنا؟ متى يعود من إشبيليا؟ ردت روث وهي تحاول عدم الاستسلام للإحساس بالإحباط الذي تشعر به كلما فكرت بسيزار. الليلة ما أشد ما كانت بلهاء عندما ظنت أن حبها له سيكون المفتاح إلى قلبه. إنه لا يريد حبها ولا جسدها. قالت آجي بصوت حاد: سأريك مكاني السري، لا أحد يعرفه غيري وغير تيو سيزار. أمسكت آجي يدها تقودها نحو وحدات الإسطبلات، وهناك سهل جوادها فتوقفتا لتمسحا أنفه ولتطعماه الجزر. قالت آجي وهي تفتح بابا تصورته روث جزءا من الجراج، ولكنه في الواقع كان مخزنا من نوع ما، ففيه مكبسا قديم الطراز عرفته من صور شاهدتها وعدة أوعية ضخمة وبعض البراميل المهترئة. كانوا يصنعون هنا الزيت منذ زمن بعيد، ومكاني السري هو هناك، تعالي. أجبرتها على اللحاق بها إلى زاوية مظلمة، ولما أشارت آجي إلى باب آخر ذعرت روث. فتحت الباب وراحت تمشي على درج شديد الانحدار بشكل غير ثابت، وكان الدرج يفضي إلى الأسفل. فيما كانت تنظر إلى الدرجات الضيقة المظلمة ترددت في النزول إليها. لطالما كرهت فكرة أن تكون تحت الأرض، ولكن لم يبدو على آجي مثل هذا التردد، بل تقدمت إلى الأسفل برشاقة كانت تدل على أنها تعرف كل خطوة تخطوها. واضطرت روث إلى طأطأة رأسها بسرعة لتتجنب السقف المنخفض. أصبحتا في غرفة مستطيلة ينيرها مصباح وحيد يتدلى من سلك. كانت الرطوبة تنصح من الجدران والهواء باردا عفنا. آجي وهي لا تعي أبدا كراهية روث لمأخبائها الثمين ابتسمت لها بسعادة وقالت: لا أحد يأتي إلى هنا الآن، كانوا يخزنون براميل الزيت هنا. ستتكلم مع سيزار لأنه يسمح لآجي بالتجول بحرية في مكان شديد الخطورة. إن مجرد التفكير فيما قد يصيبها يكاد يسحقها رعبا. فالسقف غير آمن وهناك تفسخ عميق في بعض أحجاره. كانتا في طريق العودة إلى المنزل عندما لحق لويجي بهما فجأة. كان في نزهة على صهوة جواده. إنه شاب جذاب،
ابتسمت روث له بحرارة. صاحت آجي ضحكة بعدما رفعها وراح يدور بها بين ذراعيه مرات ومرات. تيو لويجي، تيو لويجي، أنزلني، ليس قبل أن تقبليني. قبلته طائعة وراحت روث تضحك وقالت ساخرة: إذن هذا هو سر فتنتك، التقبيل بالتهديد. قال مهددا بسخرية: حذاري، فقد أفعل الشيء ذاته معك. أعلنت آجي بصوت حاد: لا يمكنك تقبيلها يا لويجي، فهي متزوجة بتيو سيزار. خذوا الحكمة من أفواه الأطفال أخي، رجل محظوظ. كانوا يضحكون عندما وصلوا الفناء الرئيسي. آجي متعلقة بذراع لويجي، فيما ذراعه الأخرى مستريحة بخفة على خصر روث. لكن الضحك تلاشى عن وجه روث لدى رؤيتها وجه سيزار المتجهم الغاضب. كان جالسا على الشرفة مع عمته ودايا، فأحست روث بمظهرها الأشعث وبخيوط العنكبوت العالقة على ثوبها وشعرها، كما انتبهت إلى ذراع لويجي حول خصرها. سألها: روث، هل نسيت أن دايا قادمة لرؤيتك بعد ظهر اليوم؟ نظرت روث بدهشة إلى وجه المرأة الإسبانية المتبرج بدقة. لا تذكر أنها اتفقت معها على شيء، بل لا سبب يدعو للاتفاق. إنها لا تحب دايا وتعرف أن الشعور متبادل، فهي على أي حال تكره الطريقة التي تعامل فيها آجي وهي ابنة شقيقتها. لكي توفر على نفسها الجدال اعتذرت بخفة، وكانت على وشك الانصراف معتذرة عندما أذهلتها دايا بقولها: لا بأس في هذا أبدا يا روث، أفهمك جيدا. عندما يكون مع المرأة مرافق جذاب تميل إلى التغاضي عن المواعيد مع صديقاتها. بدا سيزار غاضبا غضبا شديدا. عضت روث على شفتها، لن يظن بالتأكيد أنها تعمدت تجاهل موعدها مع دايا ولويجي. لماذا ينظر إلى شقيقه بطريقة غامضة؟ لماذا لا تشرح له أنه التقاها قرب الإسطبل وعاد معها إلى هنا؟ أحست آجي بالتوتر في الجو، فمدت يدها إلى يد سيزار بتردد قلق. كانت تمد نفسها على أطراف أصابعها، فجأة فقدت توازنها فتمسكت بأقرب ما وصل إلى يدها، وصدف أن كان ذلك ذراع دايا. انسكب كوب العصير الذي كانت دايا تمسكه في يدها على فستانها الحريري العاجي اللون، فصاحت صيحة غضب والتفتت إلى آجي تمسكها بكتفيها وتهزها بشراسة. قالت تتذمر لسيزار: هذا كثير كويردو، الطفلة خرقاء، لقد سبق أن قلت لك أن عليك إرسالها إلى الدير لتتعلم حسن التصرف، وما هو مناسب في منزل إنجليزي ليس مناسبا لنا. ربما يجب أن تشرح هذا لزوجتك، فمن الواضح أنها تشجع آجي على الحرية. فتاة خرقاء، في طفولتي كنت أجلد بالسياط وأرسل إلى غرفتي إذا ارتكبت مثل هذا التصرف، هل لا أخلاقي؟ أرادت روث أن تتدخل، كان دمها يغلي بردود غاضبة. كيف لدايا أن ترهب آجي هكذا؟ كانت حادثة، ومن سوء الحظ أن الشراب انسكب على الفستان، ولكنه ليس الفستان الوحيد في خزانة دايا. سمعت سيزار يقول: ربما أنت على حق، آجي اعتذري من خالتك ثم اذهبي إلى غرفتك. أضافت دايا تقاطعه بلؤم: هذه غلطة روث أكثر من غلطة آجي، هل رأيت الطفلة واتساخ ملابسها؟ لا شك أنها كانت منفعلة. قال ببرود: يبدو أن لزوجتي تأثيرا معينا على بعض الناس. آجي، طلبت منك أن تذهبي إلى غرفتك ولن أكرر قولي. رأت روث أن عمته تكبح ردا، كانت تعابير وجهها متجهمة ونقمتها واضحة، فقاطعتهما بحرارة: كانت حادثة، والمسكينة آجي لا تلام كما لا يلام أي شخص آخر. سيزار، أنا... قالت دايا ساخرة تقاطعها: كوني حذرة يا روث، سيزار لا يحب مناقشة قراراته، أليس كذلك كويريدو؟ تجاهلتها روث وقالت بعذوبة: تعالي آجي، سأصطحبك إلى غرفتك. كرهت روث نظرة الألم في عيني الطفلة،
لقد شهدت لتوها وقوع مثالها الأعلى عن قاعدته، وهي لا تفهم حتى الآن لماذا كلمها سيزار بقسوة. وجبة العشاء مناسبة رسمية في منزل أسرة تريكاردوز، ولكن لم يكن التوتر طاغيا كما هو الليلة. فكرت روث في هذا وهي ترفض قطعة الحلوى التي فضلت عليها فنجان قهوة. قالت له العمة: السينيور سيغورزا وتريسيلا سيصلان غدا، هل ستستقبلهما في المطار؟ لدي تصاميم أتمها. لم يكد يتكلم أحد منهم خلال الطعام. فكرت روث أنها قد تكون مخطئة، ولكن كان حوله إطار من التوتر المسيطر عليه لم تره فيه من قبل. فهل هذا بسبب زواجهما؟ أهو مثلها يتمنى لو لم يتم هذا الزواج؟ قال لويجي: يمكنني أن أذهب وأخذ روث وآجي معي. قطعه سيزار بحدة: لا أظن هذا، فستزدحم السيارة بوجود 5 ركاب. الواضح أن الوقت قد حان لتتعلم آجي حسن الخلق، فلا يجوز أن تتصرف على هواها، لذا ستبقى غدا في البيت عقابا لها. ارتفعت أعلام الغضب الحمراء إلى وجنتي روث. وهل ينطبق هذا علي أيضا؟ وهل سترسلني إلى غرفتي لأنني نسيت موعدي مع دايا؟ اشتد ضغط فم سيزار حتى أصبح خطا رفيعا قاسيا. قال بحدة: آجي في عمر يخولها التكيف والتبدل، أما أنت فللأسف لست كذلك. والآن هل سمحتم لي؟ لدي عمل أقوم به. بعد خروجه عبس لويجي: لا شك أن قردا أسودا يعتري كتفيه الليلة، هل تشاجرتما؟ تشاجرنا. كبحت روث ضحكة هستيرية: لكي يتشاجرا يجب أن يتكلما. قالت تياستيلا: سيزار متعب، كان يعمل جاهدا، حذرته من قبل. قالت روث للعمة: لم أعرف أن دايا تنوي زيارتي. قالت ستيلا بلطف: تميل دايا إلى السيطرة على سيزار، يدفعها أحيانا هذا إلى تصرفات متهورة، وأنا واثقة أنها لم تقصد أن تسبب خلافا بينكما. لم تقل روث شيئا، فقد كانت واثقة أن هذا ما كانت تريده دايا بالضبط، ولكنها لم تشأ قول ذلك للآخرين. سألها لويجي بعد نصف ساعة وهما يتمشيان في الفناء: هل أخبرك سيزار شيئا عن كلارا؟ لا شيء. ولم تقل أنه من غير المحتمل أن يقول شيئا؟ إنه منزعج مني على ما أخشى، لكنني لا أستطيع الزواج بفتاة لا أحبها. وهذا شعور تقدره روث كل التقدير. قالت: بالتأكيد لا. كان الفناء مضاء بنور البدر الذي احتضن كل شيء بنور فضي دافئ. قال لويجي معلقا: نتوقع عاصفة، نحتاج إلى المطر بشدة، كان ربيعا جافا. أوقفها بسرعة واضعا يده على كتفها ليديرها إليه: أنت مختلفة عن ابنة عمك، إنها ممن يأخذ من الآخرين، أما أنت فتعطين بلا مقابل. ولكن حذاري، حذاري أن تهبي أخي الكثير، ففيه شيطان يستحوذ عليه لا يمكن تطهيره منه، وهو هكذا منذ وفاة غريس. ماذا يحاول أن يقول لها؟ أن سيزار مازال على حب غريس باقي. أحرقت الدموع عينيها فطأطأت رأسها. أحست كحالها مؤخرا بكراهية في الصعود إلى غرفتها، فهي لا تجد سيزار هناك أبدا، إذ يعمل حتى وقت متأخر متجنبا اللحظة الرهيبة التي يضطر فيها إلى الانضمام إليها. لقد أملت أن تشده إليها عفتها، ولكن أملها خاب بمرارة. الرغبة المشتركة التي طالما تحدث عنها قبل الزواج لم تعد موجودة. لم تكن تعرف ما هو المسؤول عن هذا التغيير فيه، ولكنها كرهت الليالي الطويلة الفارغة والتي تستلقي فيها إلى جانبه مستيقظة وهي تعلم أن ما عليها غير مد يدها إليه لتلمسه. في الوقت نفسه إنه الشيء الوحيد الذي عليها عدم الإقدام عليه، ولكنها ويا للإذلال ما زالت تريد أن تلمسه. الإحساس موجود وكأنه وجود غريب في داخلها، لا تستطيع أبدا نسيان آخر كلماته المجحفة القاسية والتي قالها ليلة عرسهما،
وما زال في داخلها شوق إليه لم يرتوي. فتحت باب غرفة النوم فصدمها الطيف الذي يضيئه نور القمر، كان واقفا قرب باب الشرفة. قال بصوت خال من العاطفة: إذا لقد عدت، ظننتك ستقضين الليلة مع أخي. حدقت إليه للحظات وهي عاجزة عن الفهم، ثم استوعبت قوله: كنت أنا ولويجي نتحادث، ليس إلا. ولكن ضحكته الفظة أصمتتها، إذ قال بوحشية: مثلما كنتما تتحدثان بعد الظهر على ما أعتقد. من غير المجدي القول أنها التقت لويجي عندما كانت عائدة مع آجي، لكن ما إن طرأت الطفلة على بالها حتى تذكرت وجهها الباكي وفمها المرتجف عندما دخلت عليها لتقرأ عليها قصة. قالت غاضبة تدافع عن ابنته ما دامت غير قادرة على الدفاع عن نفسها: كنت غير عادل مع آجي بعد ظهر اليوم، كانت حادثة ولا مجال للومها أبدا. تميل دايا دوما إلى إحزانها، إنها تحبك يا سيزار ولكنك تظلمها. لا أفهم سبب انقلابك عليها هكذا. ألا تفهمين؟ ربما السبب أن الحيوان الجريح ينشب مخالبه في أي شيء إن كان يتعذب. ربما السبب أنني أكاد أجن من الإحباط. عندما تزوجتك لم أريد أن يكون زواجنا عذريا. كان علي أن أبوح لك بالحقيقة، أردت ذلك، ولكنك فضلت أن أكتشف الأمر بأصعب طريقة، ثم اتجهت نحو أخي تطلبين منه العزاء. حسنا، قد لا تجدين العزاء بين ذراعي يا روث، ولكنني لست قديسا لأحترق بنيران الجحيم وبين يدي الوسيلة لأطفئ بها ناري. كنت على استعداد لمنح نفسك لأخي، والآن ستمنحينني إياها. ضاع احتجاجها المذعور على صدره عاصفا بكل دفاعاتها، مرسلا موجات من الحرارة تغمر جسدها. سرعان ما نسيت كل شيء إلا اللهيب المجنون في دمها والحاجة إليه، الحاجة التي تتأجج في أعماقها منذ ليلة العرس مع أنها لم تعترف بها قط. جعلتها معرفتها بأنه يريدها ترتعش بموجات من السرور. امتدت يداها إليه تتسللان إلى صدره، تتحسسان عضلاته المتوترة وأنفاسه المتسارعة. توقفت أصابعها المرتعشة فوق قلبه الخافق تحت راحة يدها، وشعرت فجأة بأن الزمان قد توقف. سألها: أترغبين بي؟ كانت كلماته تقريرا واقعا لا سؤالا، ولكن شيئا ما أجبرها على التجاوب، وجعلته همستها المتوترة تقول: أجل، كثيرا. يركز بصره عليها بعينين اشتدتا سوادا. ديوس روث، أريدك ولو عرفت. لم تشأ أن يقول المزيد، فهي لا تريد أن يفسد ما يجري بينهما بكلمات قد تدفعها إلى مواجهته بالحقيقة. فهي الآن بين ذراعيه تكاد تقنع نفسها بأنه يحبها. ثم تلاشت الأفكار وسيطرت على جسمها رعشة وسعادة، وانطلقت بحرية ترتفع في سماء لم تحلم في أن تكون فيها أبدا. عندما استيقظت كانت بمفردها، وكانت آثار رأس سيزار على الوسادة قربها ما تزال بادية. نهضت عن السرير مستغربة الكسل الذي تشعر به. تمسكت فيما الغرفة تميد بها وطغى عليها غثيان كاد يفقدها الوعي. تمنت لبرهة لو أن سيزار معها ليأخذها بين ذراعيه ويعانقها بحنان الرجل للمرأة التي يحبها، لكنها سرعان ما استبعدت الفكرة. قد تقود ليلة أمس إلى تحسين علاقتهما، فقد تقود رغبته فيها إلى معاملتها بحنان وحب. نسيت أنه قال أنه ذاهب إلى إشبيليا، وكم خاب أملها عندما نزلت إلى الطابق السفلي فوجدته مسافر. كان لويجي على مائدة الطعام يحاول إبهاج آجي الدامعة العينين. كانت روث قد بدأت تساعد تياستيلا في اختيار الطعام لليوم وتضع معها خطط العمل مع العمال والمساعدين. كانت الهاسيندا مزرعة كبيرة فيها تحف أثرية ثمينة وأعمال فنية يجب تنظيم عملية تنظيفها.
ورث العديد من المساعدين أعمالهم من أمهاتهم وأبائهم، وهم جميعا مخلصون للعائلة. وجدت روث أنهم يعاملونها باحترام ومحبة، وعندما تمتمت أمام ستيلا أنها لن تتمكن أبدا من النجاح، ضحكت المرأة العجوز وقالت: ستنجحين، فلديك موهبة طبيعية في التعامل مع الناس، ولكن نجاحها لن يشمل زوجها. كانت أرجي تعيسة جدا، فاضطرت روث إلى تمضية فترة الصباح معها. يكاد عملها في التصميم ينتهي. تلقت رسالة من عمتها وزوجها ملؤها الإثارة والتمنيات. كتبت العمة: ستتزوج سيسلي بعد 3 أشهر، وعليك الحضور بالتأكيد. كانت ستطلب منك أن تكوني وصيفة العروس، لكن يجب أن يكون دورك الآن وصيفة الشرف. سيقيم والدا تشارلز حفلة للاستقبال في منزلهم. وفيما هي تطوي الرسالة نهدت: هل ستكون سيسلي أسعد حالا منها؟ بذلت جهدها لإسعاد آجي، فعلمتها لعبة الورق، ومع أنها أحسنت اللعب كانت تنظر باستمرار إلى الباب. كيف له أن يكون قاسيا هكذا عليها؟ إنها طفلته، ولو كان يرفض الاعتراف بها تتفهم كبرياءه وتسامحه، ولكن أن يرفض القول لآجي أنه أبوها، إنه أمر يقلقها. سألتها آجي وذقنها مرتعش: هل سيرسلني تيو سيزار حقا إلى الدير؟ حاولت روث تهدئتها: لن يفعل بالتأكيد. أشفلتها الصغيرة عندما قالت: لكن ما إن ترزقي أطفالا حتى تفقدي رغبتك في؟ هذا ما قالته دايا. بل سنظل نريدك. تساءلت في سرها: كيف لدايا أن تكون بهذا اللؤم والشر؟ أردفت تسأل محاولة تغيير دفة الموضوع: ماذا سنفعل بعد ظهر اليوم؟ لكن آجي رفضت التجاوب. عاد لويجي بعد الغداء مباشرة، والضيوف القادمين من أمريكا الجنوبية. تبين لروث أن السينيور سيغورزا عراب سيزار، وهو رجل سمين دمث. عانق روث وستيلا بحماسة، ثم التمعت عيناه وهو يقول لستيلا بحماسة أنها لا تبدو أكبر سنا ولو بيوم واحد. قالت العمة: إذا أنت تحتاج إلى نظارات جديدة، فلقد مضت 20 سنة منذ رأيتني آخر مرة. لكنني أذكر ذلك وكأنه حدث بالأمس، كنت يوم ذاك عروسا لم يمضي على زواجك غير 6 أشهر. وكم حسدت ابن عمي، كم أنا واثق أن من الرجال من يحسد سيزار الآن. أخبرني لويجي أن سيزار مضطر للعمل، ولكنه راجع في الوقت المحدد للعشاء، يجب ألا تسمحي له بالعمل المرهق. قطعه لويجي بمرح: لدى سيزار قرد أسود بين كتفيه هذه الأيام، وقد عانت المسكينة آجي من وطأة غضبه يوم أمس، والسبب تلك القطة الشريرة دايا ميديرنا. عبس السينيور سيغورزا: دايا، إنها امرأة غادرة، يجب أن أخذ حذري منها لحماية صغيرة تريسيلا. قدم ابنته ليعرفها إلى روث، التي لاحظت نظرة لويجي وهو يركز عينيه عليها. هي صغيرة، شعرها الأسود البراق معقود إلى الوراء عن وجهها، عيناها البنيتان الكبيرتان متوترتان ملؤهما التردد. أما عمرها ف18 سنة تقريبا، لكنها تملك نضوج المرأة اللاتينية وبراءتها. بناء على اقتراح لويجي، سمحت لنفسها بالابتعاد عن الآخرين لاستكشاف الفناء الخارجي. علقت روث بحرارة بعد ذهاب الشابين: ابنتك في غاية الجمال. قال والدها مفتخرا بها: إنها وردة مخملية قرمزية اللون، ولكن الكثير من الرجال يفضلون جمال الوردة الذهبية التي تنمو في الأجواء الباردة في الشمال. جاء السينيور سيغورزا إلى إسبانيا للعمل وللمرح في آن، لذا عندما اكتشف أن روث تساعد سيزار في تصميماته الجديدة، بدأ يحدثها بحماسة واهتمام كبيرين عن الصوف وأمريكا الجنوبية. ووجدت روث ما يقوله مثيرا: إنه مرافق ممتع، متعلم، لديه خبرة بالدنيا. إنه كجميع اللاتينيين خبير في الإطراء والمديح، ولكن سيزار لم يمدحها يوما.
تفاقمت تلك الغصة من التعاسة التي أحست بها حينما استيقظت واكتشفت أنه رحل، ورفضت تلك الغصة التخلي عنها. عاد سيزار أخيرا إلى الهاسيندا قبل العشاء. كانت دايا مدعوة للانضمام إلى الاحتفال، أولا لأنها تعرف عائلة سيغورزا، وثانيا لأنها أرملة، فالأرملة مسموح لها حضور حفلات عائلية بدون مرافق ذكر. وصلت وهم يحتسون المرطبات في الصالة. كان فستانها الحريري الأسود الطويل متناسق مع جمالها القاتم وقدها الرشيق. في المقابل أحست روث بشحوب لونها وعدم بروزها في بذلة من الشيفون العاجي وفي سترتها الواسعة، مع أنها شغفت بها عندما جربتها في المحل. كانت تريسيلا ترتدي كفتاة صغيرة فستانا أبيضا بسيطا، ولكنه رغم جماله لم ينصف جمال الفتاة الشابة. تأخر سيزار بالانضمام إليهم ودخل إلى الغرفة قبل دايا بدقائق، ما إن شاهدته حتى اتجهت إليه تشبك ذراعها بذراعه بطريقة تملكية. كانت أطراف أصابعها الحمراء أشبه بقطرات دم على كم سترته السوداء. سألت روث سيزار قبل أن يتوجها إلى العشاء: هل دخلت لرؤية آجي؟ أمضت نهارها باكية لأنك غاضب منها. لم تعتقد أن أحدا سمعها حتى استدارت دايا فجأة وعيناها تخترقان وجه روث ببرود وصوتها حلو مزيف: يجب أن أصعد لرؤيتها أنا أيضا قبل أن أذهب. التفتت إلى السينيور سيغورزا تقول: إنها متوترة مؤخرا، أخشى أنني سبب في إحزانها بالأمس. لم يرد سيزار على سؤال روث وخشيت أن تكرر السؤال. لقد خاب أملها، لقد ظنت أن لليلة أمس تأثير على تصرفاته، ولكن ذلك الأمل تهشم ما إن دخل الصالة بوجه متجهم وهو يتقدم إليها سائلا بأدب مزيف كيف كان يومها. بدأ أدبه مشبعا بالتحفظ المتعمد وكأنه يريد أن يحذرها من الاقتراب منه أكثر. فهل كان حبه لغريس أكبر من أن يسمح له بحب آخر؟ هل جمد موتها عاطفته وجعل من المستحيل عليه أن يشعر بغير الرغبة تجاه أي امرأة أخرى؟ تنهدت روث التي عرفت أن الأمسية أمامها لن تكون سهلة، فقد لاحظت أن لويجي لم يكن أكثر من مهتم بأدب بارد بتريسيلا، وأنها تستجيب له بعينين براقتين وبابتسامة. لم يلاحظ سيزار هذا، ولكن ما إن يلاحظ. لم يسامح لويجي حتى الآن على رفضه الزواج بكلارا، مع أنه مخطئ في فرض إرادته على أخيه. كانت الليلة حارة رطبة، دمدم الرعد على مسافة بعيدة، وعندما أصبحوا في منتصف الوجبة هاجمت روث موجة دوار وغثيان، ولكنها تمكنت لحسن الحظ من محاربتها. لم تظن أحدا لاحظ هذا حتى أدركت أن دايا كانت تراقبها بعينين متفرستين ضيقتين في محاولة للتخلص من الإحساس بالبرودة التي تشعر به كلما راقبتها المرأة الأخرى. امتنعت عن تناول المزيد من الطعام، لا شك أن السبب هو الحر الخانق الذي يهدد بعاصفة، لكن سيزار كان يبدو مسترخيا وهو يتحدث إلى عرابه. سمعته يذكر اسمها فأرهفت السمع متسائلة عما يقال. قال لها السينيور سيغورسا مبتسما: كان زوجك يمتدح قدراتك على التصميم، أخبرني أن تصاميمك مذهلة. أحست مرة أخرى بعيني دايا وبنظرتها العدائية، لكنها حاولت تجاهلها. يمتدحها سيزار، اجتاحت موجة من السعادة قلبها فأشعلت الثلج المحيط به، إذ هناك أمل في المستقبل.